Mr. Tablawi featuring Echo Remix. شمت ابن المرافيه على موقع مهرجانات الف في جوب بكارتيلا وسرع انا هرماوي دماغي لسعه بعتو التيفوني كان مبني ادخل الطرش يا عيني صباح حشيش اشرب وعيش صحاب مفيش تخلوا العيش الحاله وقع والدنيا الساعه عامل دماغ في الساعه السبعه عامل دماغ في الساعة السبعة احكي حكاية شاب عفريت الشا اللي بيتنطط على الحيط عشان يجيب له محلل عمره ما فكر في الشمال طول عمره ماشي جنب الحيط معروف عنه جدع وحوي لقم له بلعب ماروطة السحبة دي مش مظبوطة الصحبة برضه تخبوا عليه مش حالين ومش عارف ليه الناس فاكرين الواد غلبان ما يعرفوش انه شقيان الناس دي طلعت مغشوشة تعقى النصف جيبوا الرصاصة ضرب له طلقة فيها الخلاصة دخل في بلد وسايقها وقع جبة بيحاسبها عمل حكاية بين مفيش بدايتها كانت كيس حشيش وهو عيني تعبانة وعاوز أعلى مكياما لما ببان الدنيا تسدد أحلى من الوضع دي تهدد مشي في سكة من سكته صعب السوق عليها دلته الشاب عمره ما كان هلولة معروف عنه غدا ورجولة بس الظروف يا ناس حطته الشاب عاد الأيام زمان أيام الحب والأمان بس خلاص فات الأوان بس خلاص فات الأوان تعبت من نقاه يا دنيا ومن اللي فيكي لحد الصحاب زاد قوي وقصر عليا لحد انت عايش انا دور الضحية احكي حكاية شاب تاني بيسيبله شغل شاب تاني بيسيبله شغال بيدخن شمال اقطع عليه اقل المجال يوم بينور الجوان ولع يا جن يا بن جوان الشاب علي وتغرف نفسه صوت باب جرار زمايله هو اللي حبسه عز زمايله هو اللي حبسه دفع كفاله دماغه شغاله لم زمايله عشان يموتوا راح ضع في بيته وعلقته عمل حكايه يا خساره ضع البيوت في الحاره حكايه بدات عطوشه طلعت وضرب نار طال وجريت وضرب نار طال وجريت رجع مكان دور جواد وشك شك قريب مقام رجالة دلوقتي خابوا حتى رجالة دلوقتي خابوا خالد الطبلاوي صحيح ابراهيم يا دوما على مين محمود كده ولا هنقول على اكتو صحيح عمر يا قني على مين هنقول على بيكو ولا هنقول على مايكي صحيح حصريا على موقع مهرجانات Mr. Tablawi featuring Echo Remix.